تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أطلقت مؤسسة الجرح أكبر مبادرة خيرية لتوزيع نحو 100,000 كرتونة مواد غذائية على الأهالي من الفئات المستحقة الأولى بالرعاية في 8 محافظات، وهي الفيوم، الجيزة، القاهرة، القليوبية، الإسماعيلية، الدقهلية، السويس وأسيوط، وذلك بالتنسيق مع 400 جمعية ومؤسسة أهلية وحكومية وبمشاركة نحو 5,000 متطوعة.